أنا أقول للشباب: ما دمت مستقيماً، ما دمت موحداً، ما دمت ملتزماً، ما دمت صادقاً، ما دمت أميناً، ما دمت مخلصاً، ما دمت تطلب العلم، لا تخاف. مهما ساءت الأخبار، ومهما قيل المستقبل مظلم، لا مشرق، ومهما قيل هناك مؤامرة على المسلمين على مستوى الأرض، كلام بكلام، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوة يوسف أقوياء أشداء، أرادوا أن يموت، وضعوه في البئر. ما الذي حصل؟ أنه أصبح عزيز مصر، ودخلوا عليه وهم صاغرون، قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف.